اهلا بكم مشاهدينا في الحياه الان، اهم واخر الاخبار الوارده الينا حتى هذه اللحظه ابداها معكم باهم العناوين. السيسي يلتقي رئيس الرقابه الاداريه ويطالب بضروره حل مشكلات المستثمرين ومكافحه الفساد. روسيا تهدي مصر احدى لانشات الصواريخ المتطوره، والقوات البحريه تسيطر على حريق شب في احدى السفن العابره لقناه السويس دون اصابات. مرسي يعترف بشرعية المحكمة ويطعن على أحكام الإعدام والسجن المؤبد في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون.